كنا نطالب الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي وكل المنظمات المعنية بحقوق الإنسان لتحمل مسؤوليتها إزاء حماية المدنيين الصحراويين في منطقة نزاع مسلح جراء هذه الحرب الظالمة التي فرضها الاحتلال العسكري المغربي اللاشرعي لأجزاء من تراب الجمهورية الصحراوية. ليس هناك حل واقعي للنزاع في الصحراء الغربية يقوم على مصادرة حقوق الشعب الصحراوي المسالم ومعاكسة إرادته السيدة المكفولة بموجب ميثاق وقرارات الأمم المتحدة في التمتع بوطن حر ومستقل